كان يوم كان في قديم الزمان، كان في شخص اسمه أوغا. هذا الشخص غني كثير وعنده كثير فلوس، ولكن في يوم من الأيام اجوا للقرية اثنين فقراء، فحاول الغني أوغا أن يساعدهم وينطيهم كثير فلوس وملابس وكذا. ولكن إذا تريد تشوف أحداث هذا الفيلم، لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة إذا ما مشترك، وتفعل جرس التنبيهات وتشاهد المقطع من بداية حتى النهاية. وبس، خليكم مع الفيلم، مشاهدة ممتعة. صباح الخير، تونا صحينا من النوم. ها خوي، عندنا أكل اليوم لو لا؟ الحمد لله، عندنا خبز وماية. بالله خلي اشرب لي شوية ماية وشوية خبز يعني. بس والله انا بعدني جعان. انت جعان خوي لو لا؟ نحن جعانين. طيب تعال خل نروح لهذا جارنا الغني اللي عندك هواي فلوس، خل نروح نطلب من يمه شوية اكل. ها شوف بيته، شوف والله بيته اسطوري من دايموند، وجوه عنده ذهب وكذا. هي صباح الخير. اي جاري. منو؟ هلا والله، شلونكم؟ هلا شلونك؟ اليوم شو عجب جايني؟ تدقيق، تعال تفضل. منو انتم؟ نحن فقراء. شنو ملابسكم؟ يا اخي والله نعتذر، ما عندنا فلوس حتى نقدر نشتري ملابس يا اخي. والله فقراء يا اخي. من زمان ما جايني ضيوف. شوفوا، انا اليوم احب اساعد الفقراء، وانا مو مثل بعض الناس، انا كريم جدا. والله شكرا لك. تردونه؟ شو سمعني، العفو، اي شيء تردونه طلبوه من عندي ومن عيوني. اي شيء تردونه. والله شكرا لك حبيبي، والله شكرا لك. اول شغله، هذا اكل لكم، خاب جوعاني. شكرا والله. ما عندي ما يعطيكم، اعذروني. خلاص مو مشكلة، اصلا احنا قبل ما لا نجي يعني اخذنا شوية ماية. والله شكرا لك حبيبي. بس صديقي، تقدر تساعدنا في شغلة؟ اكيد اقدر اساعدكم، يا اخي اللي يحب الخير يساعدكم. يا اخي شوف، شوف ملابسنا وسخة وزي كذا، وانت ما شاء الله يعني ملابسك حلوة، خوش ملابس عندك، تقدر تنطينا ملابس من يمك؟ خدمتك، اي شيء تردونه اعتبروا هذا البيت بيتكم، تردون ملابس هاي ملابس، تعال. والله شكرا لك والله. اخذوا براحتكم اللي يعجبكم. ايه والله شكرا لك حبيبي، والله شكرا لك صراحه، والله شكرا لك، والله ما مقصر، والله شكرا لك. خذ اللي يعجبك، خذ والله باعولي. والله هسه صار شكلنا احسن. اكيد صار احسن، اكيد. والله شكرا لك، لولا فضل الله ثم فضلك ما كنا نكون زي كذا. والله شكرا لك حبيبي. تحتاجون تعالوا لي. اوكي والله حبيبي، ما مقصر، والله شكرا لك. يلا تعال صديق، يلا تعال. وين رايحين؟ وين؟ نروح لبيتنا ننام شوي يا اخي، والله تعبانين، البارحة ما نمنا هواي. أوكي مع السلامة. يلا مع السلامة. يلا تعال صديقي، والله صارنا زمان ما رايحين نتسوق، خلي نروح ناخذ لنا شوية أغراض وزي كذا من هذول المتاجر وكذا. تعال خل نروح لهذا المتجر ناخذ لنا شوية سمك، أغراض حلوة وكذا. فوالله شكلهم ما عندهم سمك. يلا مو مشكله، خلنا ناخذ لنا شويه دجاج ولحم وكذا. بس اعتقد نبغى فلوس. ها خوي، عندك فلوس لو لا؟ الصراحه انا ما عندي فلوس. عندك فلوس؟ لا. شلون ورطه هاي؟ اوكي اسف. يلا تعال خلينا نرجع لهذا الغني ناخذ منه شويه فلوس. مو قال لنا اذا تحتاجون اي شيء تعالوا لي؟ خل نروح لنقول له يعطينا شويه موارد، مو مشكله. هاي سلام عليكم. السلام عليكم، فتحنا الباب. وعليكم السلام. منو بالباب؟ جيرانك. هلا والله شلونك؟ شو مسوي؟ تفضل. اي والله شكرا لك. والله شكرا على الهديه. شكرا. حبيبي، ايش عاد اليوم جيتوا لي؟ حبيبي انت مو قلت لنا قبل شويه اذا تريدون اي شيء تحتاجونه تقولوا لي؟ صح، قلت اي شيء تحتاجونه خدمتكم. الصراحه انا قبل شويه رحنا للمتجر نريد نشتري شويه سمك على لحم وكذا، ف يا اخي ما طلع عندنا فلوس، شو نسوي؟ يعني جيت اكفو دقيقة، يعني اجيتوا تشترون اكل وما عندكم مصاري؟ يا اخي والله تردون. والله نريد من عندك شوية فلوس. مو مشكلة، انا راح اعطيكم هاي الفلوس. والله شكرا لك والله حبيبي. سمعوني، اريدكم بس تشترون اي شيء يعجبكم، بس اعطيتكم هواي فلوس. روحوا دربوا، شوفوا لكم شغل، ما يصير اظل اعطيكم دائما فلوس. خلاص ما عليك، من باكر نروح ندور لنا على شغل. اوكي اوكي، ان شاء الله يرزقكم. والله شكرا لك، تحصلون هواي فلوس ان شاء الله. والله مشكور، والله حبيبي. يلا تعال صديقي، العفو مع السلامه. خل نروح نشتري. يلا تعال. يلا تعال خوي، تعال خلينا نشتري لنا جولدن ابل وزي كذا. والله الحمد لله اليوم عندنا كثير فلوس وكثير اغراض، فخلنا نشتري كل هذولا. ويلا خلينا نرجع لبيتنا. يلا تعال. اي نريد فلوس.
بليز اريد فلوس اترجاكم اريد فلوس. هاي يا ناس، هذا منو يصيح فلوس بليز؟ والدنيا جاي تمطر، هاي منو؟ بليز صديقي، شنو صاير هنا؟ بليز صديقي اريد فلوس، اريد فلوس صديقي بليز. شنو ايش صاير بيكم يا اخي؟ والله الدنيا جاي تمطر والجو بارد. يا اخي شو نسوي يا اخي؟ والله ابوي اهلك وين؟ اهلك وين؟ اهلك يا اخي وين؟ والله ابوي مرض، دخل المستشفى ودفعنا كل فلوسنا، كل اغراض اللي كانت عندنا كلها دفعناها، هسه ما بقى لنا شيء. تعالوا ويا، شوفوا شوفوا هاي اخر ليله راح تنامون بالشارع ان شاء الله، راح تجون قاعدون البيت. يا والله شكرا لك، والله شكرا لك. هاكم هاي فلوس، مشي اموركم بها حاليا. والله شكرا حبيبي، والله ما مقصر، والله الله يعطيك العافيه. والله شكرا لك، والله وضعكم حزين كلش. تعالوا يا بسرعه، الجو بارد، امشوا امشوا. يلا يلا يلا، جاي تمطر الدنيا. والله جاي تمطر، شوف الدنيا. والله والله اركض اخوي عامر، والله انا بديت اخاف الصراحه، اشوف البرق، لا اريد ادخل، ما اريد ابقى برا، ما اريد ابقى برا. وين صديقك؟ وين صديقك؟ اي خوي، خوي تعال. وين 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 خوي؟ وين راح؟ اخاف خوي. وينه؟ في المطار. وينه وينه وينه؟ دوره 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 خوي. وينك؟ وينه يا اخي خوي؟ وين راح؟ وين راح؟ وين وين يا اخي؟ وينه؟ هي خوي، بحث عليه بحث عليه، بس لا موجود بهاي المنطقه يا اخي. والله ما موجود، ما موجود ابد، ما موجود. وين وين؟ ما ادري يا اخي، هسه شلون ورطه هاي؟ مو مشكله مو مشكله، انا باكر بس بوالي بوالي، انا باكر راح اجيب هاي المكان ونبحث انا وياك عليه. اوكي إيه والله شكرا لك صديقي، والله مو مقصر الصراحه. اوكي مشي مشي مشي. بس ليش راح يا اخي؟ والله لا لا لا, لا, لا لازم انت ما معقوله ما نلقاه، باكر نبحث من الصبح ونشوف. انا راح اصيح الشرطه الكلمه بيحثون ويانا. طيب خلاص يلا يلا شكرا، ادخل جو بارد، ادخل ادخل يلا. باكر راح اشتري ملابس وكل شيء. نام 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 عليك. يلا يلا. اي صباح الخير. اي هلا شلونك؟ هلا شلونك حبيبي؟ اوه صعب التسعة. اسمع اسمع اسمع، إيه صعب التسعة. انا رايح للشغل، رايح للشغل. اوك هاي شوي موارد خليها عندك، رايح للشغل، مستعجل مستعجل. ابقى هنا بالبيت لا تطلع. اوكي خلاص عن اخوك. خلاص انا راجع انا. اوكي راح ارجع انا، احرس البيت بدربك، احرس البيت. اوكي رجعنا خلاص. يلا يا اخي انا هسه ما عندي بيت وما عندي شغل وما كل شيء ما عندي، حتى اخوي ما ادري وين راح يا اخي. والله ما ادري ايش راح اسوي هسه. والله والله خليها تشوف الصناديق، هذا والله شكله عنده هواي موارد. اوه شنو هذا الدايموند؟ والله ولا والله هذا كلش غني، بابا الاكل والاغراض اللي عنده. ها والله والله اخذ. اوكي يلا بس اخذ ستاك. لا والله ستاك شوي. لا بعد 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 خلي اخذ بعد. اوكي خلاص بس هيك احسن. يلا جيب جيب يا اخي، مو مشكله يا اخي، فلوس عنده وايد، عنده وايد فلوس. جيب يا اخي، انا يعني والله حتى بيت ما عندي، خلي اجيب لحم وكل شيء. خلاص قبط الانفنتوري. اوكي يلا هسه خلي اشرد ارجع لبيتي. يلا معلش خلي ارجع لبيتي. يلا اي خلي خلي انا يعني مسوي لي مكان سري هنا، خلي ازبن شلون يعني الاغراض كلهم ازبنهم هنا، حتى اذا اجا او شك فيني او كذا يعني اقول له كل شيء ما عندي وزي كذا. فوالله هاي فكره اسطوريه. اوكي نفتح هذا الصندوق بعد، هاي الغرفه السريه ما يعرف احد بس انا واخوي. بس والله ما ادري وين راح، اتمنى يرجع هذا اخوي. يلا مو مشكله، يلا هسه خلي يرجع انا. لا اجا اجا ذا الغني اجا، والله لا يكشفني. لا يا رب يا رب ان شاء الله يكشفني. اوكي على اساس اني نايم وكل شيء ما مسوي. اوكي خلي ارجع هنا. اوكي حلو حلو، على اساس اني نايم. اوكي شنو هذا المكان؟ والله ما ادري، غابه ما ادري شنو هذا. الفقير وينه؟ لا لقيت اخوه، لا لقيته، والله ما ادري وين راحوا. شنو هذا؟ اول مره اشوف هذا البيت. السلام عليكم. السلام عليكم، هلا هلا حبيبي، شلونك؟ يلا تفضل. هاي من هنا؟ ايش عندك هنا؟ ايش عندك جاي هنا؟ يا اخي والله طفشت في البيت يا اخي، من الصبح واني لوحدي، فقلت خلي اجي اتونس في البيت حق القديم. شو نسوي؟ اوكي مو مشكله مو مشكله، جبت لك خبر محزن بس اتمنى ما تزعل. يا اخي انا يعني من البارحه زعلان. اسمع صديقك ما ادري اخوك، رحت بحثت عليه ويعني شلون اقول لك؟ تعال برا تعال برا راح اقول لك. تعال تعال ها تعال بالبيت مالي، راح اكمل الموضوع هناك، ما اريدك هنا تحزن. امشي امشي امشي. اسمع صديقك رحت بحثت عليه بكل مكان ما لقيته، واخر شيء لقيته بالمستشفى متعرض لحادث خطير. شنو؟ يعني انا ما اريد اقول لك بالبدايه بس قلت لازم اقول لك. لا تقول لي ضربته ساقه حق المطر حق البارحه. للاسف صحيح اللي بس تعرف شنو هسه المشكله؟ ها
المشكلة هسه لازم نروح نزور صديقك بالمستشفى. يوب يوب، بس لازم لازم. وين المشكلة؟ المشكلة ما تقدر تدخل المستشفى ليش؟ إلا بعد يومين. الدكتور منعني أدخل، قال لي حالته خطرة وما لا تقدر تدخله. وش أسوي هسه؟ أريد أخوي، أريد لا لا أخوي. أقفل، تعال تعال تعال. دقيقة دقيقة دقيقة، أول شغلة لازم أشتري لك ملابس وأضبط وضعك طيب وكل طيب شيء. تعال وياي، امشي 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 طيب امشي. طيب يلا شكرا لك. تعال بسرعة بسرعة، هاي فلوس فلوس فلوس. إيه رح شكرا اشتري لك والله، شكرا ملابس. لك. اوكي خلي اخذ لي هذول الملابس. اوكي خلي ادفع له، ادفع له شوية فلوس. اوكي خلي البس الملابس وكذا. يلا تعال ادخل ادخل بسرعة، ادخل ادخل يلا يلا الجوال. يلا يلا ادخل. شوف مجهز لك هدية خرافية صديق. اي تعال وقف يمي، وقف يمي، وقف يمي. غمض عيونك، غمض عيونك. عافية. شوف ايش راح اعطيك. واحد اثنين، ها اقول لك. ها باو علي، هذا الصندوق تعرفه لو لا؟ هذا شنو هذا؟ ما ادري، كان بس لا سرقتني يا اخي. والله كل شيء ما عندي حتى بالانفنتوري مالتي، بس عندي هذا الاشي يا اخي. اوكي ليش ده تتهمني كذا يا اخي؟ شو مسوي لك؟ دقيقة اصبر لي اصبر لي خليه يفكر. ها انا امس تركتك بس انت بالبيت. اوكي تعال وراي، تعال ها تعال تعال ادليك وين موجود اخوك. تعال تعال اوديك المستشفى. تعال يلا يلا اريد اخوي. امشي امشي بسرعه، امشي امشي امشي. هذا هذا هو مكان اخوي. اي اخوي وينك؟ اخوي ادخل جوا، ادخل وين جوا. اخوي وين؟ هنا هنا في هذا البيت. هنا وين؟ ادخل ادخل جوا، ادخل ادخل. اخوي وين اخوي؟ هي اسمع، ماكو اسمع لا. اسمع، لا اخوك ولا شيء. اخوك بعد ما تشوفه الا ترجع لي فلوسي. طلعني من ليش البيت سرقتني؟ يا اخي ليش سرقتني ولا فلوس؟ احكي يا اخي. ما سرقتك يا اخي، سرقتني وشفتك بالكاميرات مال التصوير. اكو لا كاميرات بالبيت. احكي كشفني. طيب طيب افتح لي الباب. طيب قل لي وين الفلوس اول مره. خلاص قل لي وين الفلوس، راح اصارحك. انا خبيتهم جوا البيت. اوكي ليش تسرق؟ انا مو قلت لك اي شيء تحتاج اعطيك يا اخي؟ والله شوي انت كل الفلوس اللي انطيتني اياهم شوي يعني ما كفوني، فتهمت؟ انا قلت لك روح اشتغل بيهن، روح شوف لك شغل، ما قلت لك تسرقني. طيب افتح لي، افتح لي أنا السجن، افتح لي، خليني اروح اجيب لك الفلوس. والله معلش ما عاد اعيدها ابد، ما عاد اعيدها. لا 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 ممنوع. لا بليز افتح لي اسمع الباب. باكر باكر راح اروح اشتكي عليك واخوك بعد ما تشوفه نهائيا. لا بليز لا السجن لحد ما يجون الشرطه وحاكمونك. انت ابقى هنا. أنا لا حول الله، شلون بشر ذول؟ جيت اساعده، اعطيه مصاري، اعطيه فلوس، اعطيه كل شيء، بس لا يجي يسرقني. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب وش راح اسوي اليوم؟ راح ابات في السجن يا اخي. والله اتمنى انه يرجع بي الزمن وما عاد اسرق، ارجع الفلوس لذاك الغني يا اخي. شلون ورطه هاي؟ يلا يلا مو مشكله، هسه خلي اروح انام وان شاء الله غدا نشوف النحل.